القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. سوريا بلد العزة والكرامة. يا عم سوريا نعمة. بنحبك سوريا. شيعة من مشفى الشهيد عبد القادر شقفة العسكري بحمص جثامين 8 شهداء من قوى الجيش والأمن الداخلي استشهدوا برصاص عناصر إجرامية مسلحة في منطقة تلكلخ يوم أمس، وتم نقل جثامين الشهداء الأبرار إلى قراهم في محافظات طرطوس وإدلب وحمص وحما وحلب، وقد حملت الجثامين على الأكتاف ملفوفة بعلم الوطن الغالي. الشهداء هم العقيد محمد إبراهيم العبد الله مواليد عام 1964 من محافظة طرطوس صافيتا قرية بعمرة، الشرطي حسن يوسف العلي من حمص حي الزهراء مواليد عام 1986، المساعد سنان محمد شدود من طرطوس دوير رسلان مواليد عام 1979، المساعد أول يوسف محمد شعبان مواليد السلامية نوى عام 1975 مقيم في حمص حي وادي الذهب، الشرطي أحمد جمعة الحسين من إدلب تراريف مواليد عام 1990، المجند أكثم عدنان سمية من طرطوس الشيخ بدر برمانة المشايخ مواليد عام 1991، المجند مصطفى محمد الشوعة من حلب تاتف مواليد عام 1991، المجند عمر محمد حمزة من حلب عفرين الناب مواليد عام 1991. وإلى مثواه الأخير في قرية بعمرة في محافظة طرطوس شيع جثمان الشهيد العقيد المهندس محمد إبراهيم العبدالله. تحتفل بلدة بعمرة في ريف صافيتا في طرطوس بشهيد الوطن العقيد المهندس محمد إبراهيم العبد الله الذي استقبل بالورود والرياحين وهتافات الوطن. انصابنا كبير بس الحمد لله في ذا البلد، بس البلد تتم بخير. بعد أنا رح أجيب علامات كتير منيحة بالتاسع وعطول كمان. الشهيد العقيد المهندس محمد العبد الله هو من مواليد عام 1964 متزوج وله 4 بنات، تربى في أحضان قرية أرضعته من جذور الشموخ والإباء والكرامة. يا رب ترحم كل الشهداء وتكون معاهن، يا رب يا رب تنصر الشعب وهالدولة، يا رب تكون معهن، يا رب تحميهن، يا رب تنصرهن، يا رب دخيلك لا تقهر قلب ولا قلب مقهور للولد الولد. نا في عرس ما نا في مأتم عرس، قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. محمد فداء الوطن، فداء سوريا. نحن فخورين بمحمد، نحن فخورين كل شهيد، كلنا شهداء، كلنا شهداء بسوريا من درعا إلى القامشلي، كلنا شهداء. هم الشهداء الذين اعتلوا كينونة المجد وسدة الفخار، هم الشهداء الذين علمونا كيف نغتسل بنور الحب ونتوضأ بقبسات العرض والشرف. طوبى لأرواح نتلمس منها العطر وننحني أمامها ونقول هنيئا لكم في جنة الخلد. كما شيعت محافظة إدلب جثماني شهيدي الوطن حمود بن محمد سفلو وأحمد جمعة الحسين. خرج الآلاف من أهالي مدينة إدلب لاستقبال شهيد الوطن حمود بن محمد سفلو الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص المجموعات الإرهابية في محافظة درعا، حيث حمل جثمانه الطاهر على الأكتاف ملفوفا بعلم الوطن، وهتف شباب إدلب لاستقرار الوطن وأمانه، معربين عن استعدادهم لتقديم الأرواح رخيصة في سبيل رفعة سوريا ومنعتها. الحمد لله الله طعمه الشهادة، ويعني وكل العالم تتمنى انه تاخذ الشهادة، الحمد لله رب العالمين. ابن اخ ولا احلى من هيك ولا اروع من هيك، يعني ايش بدي اقول لك، عائل ادمي كويس من شغله لبيته، يعني مر بهالحياة مثل النسمة.
الله يرحمه، فداء للوطن راح، فداء لتراب الوطن. والشهيد سفلو عازب من مواليد عام 1990. أحمد جمعة الحسين شهيد آخر من أبناء بلدة سراريف في محافظة إدلب، انضم إلى قافلة شهداء الوطن بعد أن اغتالته أيادي الغدر مع مجموعة من زملائه أثناء تأديتهم لواجبهم في الدفاع عن كرامة سوريا وعزة أبنائها في منطقة تلكلخ، حيث جرت للشهيد مراسم التشييع رسمية أمام قيادة شرطة محافظة إدلب. نحن كل يوم راح نزف شهيد ورا شهيد حتى ما يضل ولا عميل ولا خائن في أراضي الوطن العربي كلياته. والشهيد أحمد الحسين عازب وهو من مواليد قرية سراريف عام 1990. محافظتا حمص وحماه تزفان شهيديهما الشرطي حسن يوسف العلي والمساعد أول يوسف محمد شعبان. زفت قرية الدالي في محافظة حمص شهيدها الشرطي حسن يوسف العلي الذي استشهد برصاص العناصر الإجرامية المسلحة في منطقة تلكلخ، وعبر ذو الشهيد عن اعتزازهم بشهادة ابنهم الذي قدم روحه رخيصة فداء لوطنه ليبقى عزيزا شامخا. الله كرمنا بشهادته، صرت شوف حالي مختلف، صرت أكثر شموخ وأعلى وعلى كبرياء وهامي بشهادته. الله يرحم الشهداء جميعا، شهداء الوطن والواجب. أنا أخوي الشهيد حسن يوسف العلي، بتمنى من كل الموجودين ما حدا يعزينا، أخونا بطل، باكونا حسن بطل، باكونا بالشهادة حسن بطل. والشهيد العلي من مواليد عام 1986 متزوج وله ولد واحد. كما شيعت بلدة نوى في منطقة السلمية بمحافظة حماة جثمان الشهيد المساعد أول يوسف محمد شعبان الذي استشهد برصاص الغدر الآثم وهو يؤدي واجبه الوطني في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم في مدينة تلكلخ. الله يرحمه ويرحم ماتكم والعمر لكم كلياتكم. شبابنا كل النجمة بعلم سوريا، كل الشباب نجمة بعلم سوريا. الله يرحمه رافد الوطن، الله يرحمه. ان شاء الله اخر شهيد بسوريا ان شاء الله. الله يحمي هالجيش ويحمي هالشعب ويحمي كل هالشباب. ونتمنى الشهاده في كل وقت من اجل بناء هذا الوطن. والشهيد يوسف محمد شعبان من مواليد بلدة نوى عام 1976 متزوج وله ولدان. شيع في محافظة حمص اليوم جثمان الشهيد الشرطي ماهر علي مهنا الذي استشهد أمس برصاص مجموعة إرهابية مسلحة على طريق دير بعلبة منطقة البياضة بمحافظة حمص، حيث شيع أهالي قرية عيناتا ناحية الحواش في تلكلخ الشهيد ماهر علي مهنا إلى مثواه الأخير مودعا بالورد والزغاريد والهتافات التي تحيي الشهداء والوطن. الحمد لله الذي أكرم هذه المنطقة بشهادة الشاب ماهر وهو يؤدي واجبه في سبيل الله والوطن. الحمد لله رزقنا نعمة الشهادة بولدي ماهر مهنا. ماهر كان نموذج للأخلاق الحسنة، كان ماهر صباحا يجي لعندي ويعني مثل ما قال يبوس لي ايدي ويقول لي يا بي يرضى علي. هاي عرس الحمد لله، نيالو نيالو على الشهادة نيالو. الله يرحمه ويرحم شهداء الدنيا كلياتهم. زف عريسا وشهيدا معا بعد أن روى الأرض بدمه الطاهر ليفدي الوطن الغالي بالروح التي هي أغلى ما يملكه الإنسان. شهدي أبو ظاهر وعريس الوطن، وعندي أربعة بدالك كمان فدى الوطن، ومن عشرة أيام طفاخي جورج كمان فدى الوطن، وسدد كلها فدى الوطن. كان زهرة البيت حنون. الشهيد شادي فرج السبعة الذي لبى نداء الواجب في تلكلخ استشهد بعد أن كمنت له المجموعة إرهابية مسلحة، فأقيم له جناز لراحة نفسه
في بلدته صدد بمحافظة حمص يليق بمن ضحى بروحه في سبيل الوطن. طبعا نحن أمام الوطن، وعندما ينادينا الواجب يجب علينا جميعا أن نلبي هذا الواجب. فهذا هو الشهيد الثاني الذي تقدمه صدد في هذه المحنة وفي هذه الظروف الصعبة، وهو أيضا الشهيد الثالث من هذه العائلة المباركة، وكلنا فداء هذا الوطن. في سبيل الوطن يرخص كل غال ويقدم كل نفيس، وهؤلاء الشهداء هم أوضح الأمثلة على أبهى صورة التضحية ليبقى الوطن عزيزا وغاليا ومنيعا على كل من حاول أن يرومه بسوء.